السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين تاعي روسيت غورموند. اليوم جيتكم بوصفة اللي هي سهلة، لدهن الخبز كيما نوتيلا، كيما اللي تدهنوا نوتيلا ولا لا كونفيتور. ولا هذه وصفة مليحة وصحية وتعجب الدراري وتعجب الكبار والصغار. تبعوا معايا الوصفة. هنا عندكم غرفية تاع الأوقة، محمص مقشر ومحمص. هنا عندكم زوج معالق تاع كاكاو المر. هنا عندكم زوج معالق تاع العسل. العسل اللي عندكم العسل الحر سي بون، لا ما عندكمش معليش عملوا العسل الآخر. وعندكم هنا زيت زيتون وشوية تاع الملح. نبدأ على بركة الله. نجيبو هنا غوبو، هذا نعملو فيه الأوقاو. هكذا نبداو غير بشوية، هكذا نطحنو. الوغ ها هو ده، ملي طحنتو شوفو كي ولا. هذا مازدتلو والو، مازدتلو والو، شوف وحدو دروا. نعمل حالة شوية تاع الملح، قبصة ملح غير هكذا غير شوية سي بون. ونعمل كاكاو، زوج معالق، هي زوج معالق. ونعمل شوية تاع زيت زيتون، ونعاود نطحنها شوية. طحنوا وتحبسوا، طحنوا وتحبسوا. ودروا كي خلط شويه تاع هذيك، نزيد العسل، نزيد العسل. ها هو هذوك زوج معالق تاع العسل، واللي يحبوا حلو يزيد له، انا ما نحبوش حلو بزاف. اللي عنده العسل الحر خير، يكون صحي خير. واللي ما عندوش معليش يعمل زوج معالق ولا ثلاثة، هو والذوق تاعو. حركو شوية، نخلطو شوية. نزيد شوية زيت زيتون، زيت زيتون توما ما حبيتو لا كونسيستونس تاعو، حبيتو قاصح خليوه، حبيتو شوية زعما جاري زيدو زيت زيتون. واجد معانا نشوفوه، وهاو هذا انا زدت له شويه زيت، بحبو
واش قاصح بزاف. نعملو في الخبز هذا، نعمل شويه تاع الخبز قليط ولا اللي حبيتو، طلصو هكذا صحي، ما تخافوش منه، كما عارفين ناس مطيبه وكما عارفين ناس ما راه فيه زيت زيتون، فيه الكاكاو، فيه الاوقاو، فيه العسل. ها هو ده، نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، والى اللقاء.